الكومبوننت دي بس عايز تبقى عارفها وفاهم هيعمل لي الاثنين دول. ما تقعدش تحط لي البوست ديسبيسمنت تحط كذا رساله والسكريبت بيبقى والكلام ده كله مش عايز اكلم يعديني عليه. عارف ان البوست ديسبيسمنت السريكه والالز دول بوست ديسبيسمنت ماشي مش عايزك تخص التفاصيل دي هم كام نقطه اللي قلت لك عليهم. الكومبوننت طب عارف ان في انفرتر في انفرتر وفي موتور وشافت عشان يوصل الموتور من الانفرتر يرد صح؟ وفي عندي كيسين او هول قطع بتاع الانفرتر وفي انلت بايب اللي رايحه على كيس السنتر واوتلت بايب. الاوتلت بايب دي او المخرج بتاع المايه بتاعي ممكن يكون راديال او اكسيال او ايه؟ او ترانزيشن بس. اللي خارج من القطع انت مروحة بيخرج منها زي الوتر. لو انا عندي اكسيال بامب ادي الانفيلر اهي الفلو ده كده دي مروحة بتلف لو كان كده ومش كده صح؟ جيت انا عند الاكسيال بامب رحت مركب وهو عامل كده جي بي وجيت تاني عامل وهو عامل كده وهو تاني كده. هل معنى كده ان انا غيرت نوع البامب؟ لا انا البامب خارج من عند الانفيلر الاكسيال وانا غيرت الاتجاه بتاعه بقى على حسب الوصل. في حد انا واقع منه كلام سهل. نيجي نخش بعد كده على انواع الفيتنجز اللي احنا بنركبها. هنتكلم عن انواع الفيتنجز او الاكسسوارز او خلاص الحاجات اللي بتركب على الماسوره. الحاجات اللي بتركب على الماسوره دي بتعمل لي ايه؟ ليه لازم ابقى عارف؟ كنترول بص يعني شويه ايه؟ بص ليه لازم ابقى عارف بص؟ عشان اعرف السيستم كيرف بتاعي عامل ايه؟ ولما اعرف السيستم كيرف وانقي الترمبه اجيب الاوبريتنج بوينت اللي هي تمشي مع ده وتمشي مع ده لان هما الاثنين مالهمش دعوه ببعض. وصلت؟ الفالفز اي ديفايس بيكونترول الفلو زي ما قلنا شويه المحبس اللي اتكلمنا عنه في الاول. الفالف حاجه بتكونترول الفلو. كنترولنج الفلو الفلو بتاعي عباره عن ديسشارج وهيد. ديسشارج وايه؟ وهيد. اي حاجه بتكنترول ديسشارج او بتكنترول الهيد بنركبها على السيستم بتاعنا اسمها ايه؟ فالف. وفي عندي شويه اكسسوارز ثانيه غير المحابس اللي هي الاجواع او البندات او البنز اللي بتركب على التوصيل وعندي مين؟ الماسوره. الفالف بتتكلف من 20 ل 30% من تكلفه الشبكه. يعني لو انا عندي شبكه هعملها في الكليه هنا بتكلف 10,000 جنيه انا عارف ان في منهم 3,000 جنيه ال 2000 جنيه تقريبا ايه؟ محابس وجواع. كويس؟ انواعهم على حسب الفانكشن بتاعتهم. ايزوليتنج ايزوليتنج يعني ايه؟ عزل يا اون يا اوف صح؟ اللي هي بقفل بيها الميه. في 100,000 كذا نوع للايزوليتنج بالب، جيت بالب، بول بالب، بلاك بالب، بيستون بالب، انواع بالبات كتيره. في الاخر عشان ما تخش تفاصيل، في الاخر انا هقول لك ان احنا حاطين في السيستم بتاعنا شويه بالبات. كل بالب ليه بوسس معينه. خلاص؟ هتاخد الفاكتور ده علشان تقدر تحسب منه الايه؟ البوسس اللي موجوده في السيستم. في ريجوليتنج بالب، ريجوليتنج بالب يعني بينظم الفلو. بينظم الفلو او بينظم مين؟ البريشر. اكتر مثال احنا بنستخدمه معانا في الريجوليتنج بتاع الفلو الحنفيه. عندنا في البيت الايزوليتنج محبس السيفون العوامه. بيقفل ويقفل صح؟ النون ريتيرن بالب، النون ريتيرن بالب ده بيعمل ايه؟ من اسمه وان واي وان واي بالب. كويس؟ بيعمل يشتغل ازاي وان واي بالب؟ الله ينور عليك. يعني بيعمل ايه؟ بيسمع حمار في اتجاه واحد. لو الميه جت بالعكس يحصل ايه؟ يقفل. الميه هي اللي بتتحكم فيه مش انا بفتحه واقفله. خلاص؟ في مره بصيت عليه واحد دي ناس مركبه نار ريتيرن فولت بالعكس راحت السيستم بقى. يا اصل هو ملوش ايد زي المحبس العادي. النار ريتيرن فولت ده كل كيعه كده بتحطها وخلاص. بس دايما النان ريتيرن بالب بيبقى عليه سهم كده. هو السهم ده. طب ما انت ماشي من هنا ليه؟ واحد
تركبه بالمشاكل وعمل سيستم مش شغال والبطن اترسع وما اعرف شو الكلام ده بس انت بس مش نسيت ايه يعني زي اقول سخانات اللي احنا بنشوفها يعني عارفين السخان الكهرباء في بتاع كده بتركب عليه من تحت دي بتعمل ايه دي؟ السكس فالف بالظبط السكس فالف ده بيعمل ايه؟ يمنع الميه ترجع لو البريشر زاد قوي في لو يعني مثلا البريشر زاد جوه الميه دي اللي حصل بيها بريشر الفالف ده عامل كده بالظبط
ما اشتغلتش بيها، ما اشتغلتش في البنزين، بس هو ده في الاخر اللي انا عارفه كان بيطلع عيني انه دايما نسيت العربيه تقف فطلعت في البنزين تاني. تمام؟ فدي باتر فلاي فال. في حاجه ثانيه اسمها دايفرام فال. دايفرام فال ده عباره عن ايه؟ نفس الفكره، كل دول ايزوليتد فال بتختلف بقى على حسب الاستخدامات. يعني مصنع ادويه ما بقاش فيه ادويه ما ينفعش اعمل فيه حاجه، فلازم ماتيريال معينه للفال. احنا شغالين عادي في المايه وصف ساكن مثلا حابس عادي كويس. ده فرام بامب، ده الدس ده اللي موجود فوق مفتوح فالمايه ماشيه اللي هي بالاحمر، دوست عليه بالسوسته دي هيحصل ايه؟ يقفل. بس هو بدل ما هيكون فيه هتنزل تقفل، ده عباره عن حاجه كاوتش تروح نازل قافل. بيستون فالف ده هي البومبه العاديه بتاعتنا. في البول فالف الكروتش كله هو ما عندنا كبير يعني في الغاز. برضه هو الكروس سكشن بتاع شايفين الفيليا اللي في نص الخط دي؟ هو المفروض ده راكبه كده وجواها الفيليا. الفيليا دي بتحصل ايه؟ انت بترفعها تقفل تفتحها يقفل تفتح معاك. حواليكوا حاجه بس بالنسبه للبول فالف، دي حركه البول فالف يعني. الاولاني لازقه ده كلها مفتوحه صح؟ بلفها فالمساحه عماله ايه؟ تقل. الازرق ده الكروس سكشن المايه ماشيه فيه وهو مفتوح. انا عندي فيليا كده ودي مفتوحه. لفتها كده ايه اللي حصل؟ جزء اتقفل الفيليا والجزء الثاني ماله؟ مفتوح صغر. لغايه ما اقفلها على 90 درجه خالص بيبقى ايه؟ في محبس قفل. بنش فال. البنش فالف ده بيبقى عباره عن ايه؟ فالف متبطن جوه او جزء من الماسوره متبطنه جوه الكاوتش. بيحصل ايه؟ ان انا بنفخ عليه من فوق يروح الكاوتش قافله مع بعض. قافله ليه؟ قافله الفلو. بتدخل بريشر من هنا من الماسوره اللي فوق دي. ادي عندي ماسوره حديد متبطنه جوه في ايه؟ الكاوتش. خلاص؟ وعندي كورنر من فوق بنفخ فيها. لو انا نفخت بيحصل ايه في الكاوتش؟ بيطلع على بعض. كويس؟ فبيقفل الايه؟ الفال. دفع الهواء، دفع الهواء. المشكلة يعني. الجيت فال، الجيت فال ده حاجة عاملة زي السكينة، تنزل تقفل وتفتح. التشيك فال اللي قلنا عليه اللي هو النان ريتيرن فال، النان ريتيرن فال الماية بتبقى ماشية مثلا من الشمال لليمين. جت الماية ترجع تاني هتعمل ايه في الديسك اللي فوق ده؟ الديسك عامل بيروح. خلاص بيتمرق. مشيت الفلو كده هيروح رافع الديسك والماية مالها ماشية. الجيت فلو بالعكس يبقى يرد عليه. في انواع ثانيه من بتاعت اللي هو السوسته دي. خلاص السوسته دي بتعمل ايه؟ المايه جايه كده بتزق السوسته يفتح والمايه تعدي، المايه جت بالعكس. هو في الاخر فار يخلي المايه ماشيه في اتجاه ايه؟ واحد. لو ركبته بالمشقلب اللي هو هتلاقيه هيبقى كام؟ صفر. ما ينفعش يبقى بالمشقلب. سبيشال بيربز فالف دول محبس غسيل، المحبس اللي بيركب على حمامات السباحه، المحبس ده بي عشان يعني يحرك الميه، يدخلها على الفلتر، يدخلها على السفان، يدخلها على اللي هو مالتي او فوت. الفوت فالف ايه؟ انهي واحد؟ لا ده سبيشال بيربز ايزوليتد. بص اللي تشيك فالف او دي اسمها النون ريتيرن فالف ده بيربز. خلاص؟ في عندي الايزوليتنج فالف اللي هي بتفتح وبتقفل. بول فالف وجيت فالف وما اعرفش ايه. في ريجريتنج فالف زي بتاعت مين؟ الحاجات. كل ده تقسيم الفالفات على حسب الاستخدام بتاعها. الفول فالف ده اللي هو بتاع السخون. بريشر ريدوسنج فالف ده مهم. بريشر ريدوسنج فالف ده نوع من الفالفات. ساعات زي ما قلت لكم ساعات احنا في المواسير بتاعتنا الضغط بيعلى. الضغط ايه؟ بيعلى. وعايز اخف الضغط شويه اعمل ايه؟ نعمل ايه؟ بركب محبس كويس؟ المحبس ده ليه سوسته زي اللي فوق خلاص؟ السوسته دي ما بتتحركش لو انا مثلا بظبطها، بظبطها يعني ايه؟ انا عارف ان البريشر عند النقطه دي ما يزيدش عن 2 بار او 20 متر. فباجي بظبط السوسته دي على كام متر؟ على 20 متر. وانس ان البريشر بدا يزيد تروح السوسته دي مالها؟ مفتوحه. في من الفرق خلاص؟ لما تفك السوسته ايه اللي يحصل؟
الميه الزياده تخرج فيحصل البريشر ايه؟ يقل. هو ده زي بتاع السخان. ده زي بتاع الايه؟ السخان. هو الغرض الاساسي بتاعه بريشر ريديوسنج فالف. هو بيخلي البريشر ماله؟ يقل. وفي نفس الوقت هو نار ريبيرن فالف، بس احنا ما بنستخدموش كنار ريبيرن فالف. فاهمين قصدي ايه؟ هو استحاله الميه تخش من بره لجوه. وصلت ولا لسه؟ بريشر سستيننج فالف بنقسمهم على حسب طريقه التركيب بتاعتهم. طريقه التركيب بتاعنا ايه؟ في فلانش اللي هو بيركب في المسامير، في ميل سكرول وفي فيميل سكرول، خلاص هو الغوص ميل وفيميل. في عندي اللي هو بيتلاحق في الهارد وول او الكي وول جراف، وفي سوفت وول والكلام ده. كل ده انواع المحابس على حسب الايه؟ طريقه التركيب بتاعها، على حسب الماتيريال مقسمينها كاست اير وكاست اير وبرونز وما اعرفش ايه والكلام ده. بيز على الاوبريتور، طريقه الاوبريشن بتاعت الطلبات. الاوبريتور بتاع الطلبات هاند ليفر اللي هو بيتفتح بالايد، في اللي بيتفتح بالشيب لو هو بسوستة، في اللي بيتفتح بالفطور، في حاجه بنيوماتيك اللي هي بتشتغل بالهواء والكلام ده كله. كل دي معلومات عامه. تمام؟ ده راجل اتفرج على فيها بقى. نيجي بقى المهم. بوت كنترولز وكلوزنج كاركترستكس. او كده هي بتشتغل هي بوت كاركترستكس. عايز انا اعرف انا ايه الغرض من الكورس اساسا؟ اركب دروب على سيستم. يبقى انا لازم اعرف السيستم. ايه هو من الحاجات من الكومبوننتس بتاعت السيستم غير المواسير والليفلز؟ محابس وكواع وبندات، صح؟ المحابس دي ليها كي او لوس كوفيشنت، صح؟ او هيد لوس كوفيشنت. طيب انا المحبس بتاعي ده اي حاجه في الفلويد ميكانكس انا بقول لك فيها طول المره الجايه هنراجع الحاجات دي. اي لوسز الدنيا عباره عن كي في سكوير على 2 جي، صح؟ احنا بنحب يعني حتى لما بنيجي نتعامل باي حاجه في موسير ميه او هيد او البريشر، البريشر ما بنقولش باسكال بنقول بالمتر، خلاص؟ عشان كده في المعادله بتاع البيروني جروب دي على كام؟ ارقام فيلوستي عشان احولها لمتر. في سكوير على 2 ايه؟ جي. تبقى متر سكوير بير سكند سكوير على متر بير سكند سكوير تبقى ايه؟ متر. فيلوستي هيد او فاينل فيلوستي هيد بيساوي كام؟ في سكوير على 2 جي. اي فالف في الدنيا بيبقى فيه شويه لوسز، صح؟ كويس؟ او في لوسز لما البتاع بيعدي في الفالف. اللوسز بتاعتي عباره عن ايه؟ كي او هيد لوس كوفيشن في الفي سكوير على 2 جي. الجدول اللي تحت ده عباره عن ايه؟ انت والله عارف ان السيستم بتاعك هركب فيه انجل فالف قطره 12 بوصه، كويس؟ احسب لي الهيد لوس بتاعي لو السرعه بتساوي 2 متر بير سكند. لو انت فاهمين حاجه. هركب جلوب فالف، هركب انجل فالف. انت كده عرفت ليه؟ النوع قطره 12 بوصه. يبقى الكي بتاعته كام؟ 2.9. طب السيستم بتاعي السرعه فيه 5 متر في الثانيه. يبقى الهيد لوس اللي هيحصل عند الفالف ده كام؟ 2.9 اللي هي الكي بتاعته اللي هي على حسب النوع والقطر في 5 تربيع على 2 في 9 8 1. وصلت؟ ايه؟ انجل بامب بحسبها كلهم العمزه الكورة عشان الكورة. وصلت ولا لسه؟ فاهم؟ ايه؟ جلوب ده نوع من الايزوليتنج جلوب اللي هي عشان هو مقوم، هو شكله زي جلوب، هو شكله عامل زي الكوره. اول فالف احنا اتكلمنا عليه خالص هو ده من الكوره. خلاص